ويلكم تو ماي شانل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل متابعي الأعزاء، ومرحبا بكل من انضم إلينا. أتمنى أن يعجبكم الفيديو. هو عبارة عن معجنات قوارب البيتزا المميزة والسهلة جدا واللذيذة للغاية. هذه الوصفة تصلح كمقبلات، وصفة خفيفة للغاية. نبدأ على بركة الله في الطريقة. نحتاج لهذه الوصفة كوب من الحليب الدافئ، ملعقة أكل كبيرة من الخميرة الكيميائية، وملعقة كبيرة من السكر نضيفها إلى الحليب الدافئ، ونخلط قليلا جميع المكونات. نتركها لحوالي 5 دقائق، نغطيها بمنديل. بعد مرور 5 دقائق نضيف ربع كوب من الزيت، نضيف بيضة تكون بحرارة الغرفة، ونخلط جميع المكونات جيدا بالمضرب اليدوي فقط. نضيف في هذه المرحلة الطحين أو الفرينة. هنا نحتاج ل3 أكواب. نضيف أولا الكوب الأول، إذا حسب نوعية الطحين أو الفرينة، لكن يبقى العدد 3 أكواب فقط. نضيف الكوب الثاني ونخلط جيدا. نضيف، إذا نضع الكوب الثالث جانبا، لا نضيفه. نخلط جيدا الطحين، نضيف ملعقة إلا ربع من الملح، ونمزج جميع المكونات بالمضرب اليدوي دوما. هنا أضفت 2 كوب من الطحين أو الفرينة، ونضيف الكوب الثالث تدريجيا حتى الحصول على عجينة تكون طرية تكاد تلتصق باليد. هنا قمت باستخدام اليد. نجمع العجين، نقوم بعجنه قليلا. هنا تحصلنا على عجينة طرية بهذا الشكل، تكون طرية جدا. نقوم بتغطيتها بكيس بلاستيكي ونتركها تختمر. من جهة أخرى هنا حضرت صلصة الطماطم، جبن مبشور، بقدونس، ذرة، فلفل حلو، جبن طري، زيتون أسود وأخضر، وفلفل حار مقطع إلى شرائح. نأخذ العجينة لتشكيل القوارب، نرش كمية من الطحين أو الفرينة، ونبسط العجينة بالحلال. يكون سمكها رقيقاً بعد، ونقوم بتقطيعها إلى دوائر بهذا الشكل. أي طابع لديكم أو استخدام الكوب يكفي. قطعوها إلى دوائر يكون سمكها رقيقا. نأخذ الزوائد ونحتفظ بها في كيس بلاستيكي ونعيد استخدامها مرة أخرى. نقوم بجمعها فقط. بعد تقطيع
البيتزا إلى دوائر نغطيها بمنديل ونتركها لمدة 10 دقائق حتى تختمر قليلا، ثم نقوم ببسط واحدة تلو الأخرى. نقوم بتشكيلها بهذه الطريقة، نفتحها جيدا بالحلال. نأخذ كمية من الجبن المبشور، نضعها على الجانبين بهذا الشكل، ونقوم بلف العجينة من الجانبين. تابعوا الطريقة جيدا، نقوم بالضغط هكذا، نضغط أيضا الجانب الآخر. هذه هي أبسط طريقة لتشكيل القوارب، تابعوا معي الطريقة جيدا. نضع كمية من صلصة الطماطم في الوسط، وهنا يبقى التزيين اختياري. نضيف كمية من الزيتون والفلفل هنا حسب المتوفر لديكم، فلفل حلو يعطيها مذاق جد رائع. هناك من يضيف البصل أيضا يعطي ذوق جد مميز. هنا أضفت الذرة والزيتون، ونغلق على الجانبين لنشكل القوارب بهذه الطريقة. نغلق من الجانبين، وهكذا نتحصل على بيتزا على شكل قوارب جد مميزة وشكلها جميل للغاية. نضعها في صينية الفرن ونطهوها على 180 درجة حرارية. نكمل باقي الكمية ثم نعود إليكم في طبق التقديم. نشكل معكم واحدة أخرى بهذه الطريقة.